رئيس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: في مستهل الجلسة أشاد مجلس الوزراء بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للقاء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، واطمئنان جلالة الملك المفدى على صحة سمو رئيس الوزراء لما يحمله هذا اللقاء ويظهره من معاني نبيلة تبعث على الاعتزاز، متمنيا للمجلس لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله تمام الشفاء والمعافاة وأن يعود إلى الوطن في أتم صحة وموفور العافية. بعدها رحب مجلس الوزراء بوضع حجر الأساس لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومنوها المجلس بأهميته في دعم مكانة البحرين في استقطاب المعارض والمؤتمرات والفعاليات وازدهار صناعة المعارض بما يعزز مكانة المملكة كإحدى الوجهات السياحية والاستثمارية. بمناسبة الاحتفاء باليوم الدبلوماسي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وأمر بتخصيص يوم 14 من يناير من كل عام للاحتفاء بهذه المناسبة، فقد أشاد مجلس الوزراء بالمسيرة الحافلة للدبلوماسية البحرينية وبإنجازات السلك الدبلوماسي عبر مسيرته التي امتدت إلى أكثر من 50 عاما في خدمة مملكة البحرين ورفعة مكانتها إقليميا ودوليا. ثم نعى مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله مستذكرا بالتقدير ما قدمه من عطاء وبما حققه من إنجازات أرست نهضة شاملة في بلاده الشقيق وازدهارها بما تميز به عهده من نهج حكيم في دعم مسيرة مجلس التعاون ومساندة مواقف الأمتين العربية والإسلامية بما حققته للسلطنة من مكانة إقليمية ودوليا. متمنيا المجلس لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة توليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان الشقيقة التوفيق والسداد في مواصلة قيادة مسيرة النهضة والبناء التي أرسى دعائمها الفقيد الراحل. بعدها رحب مجلس الوزراء بوقف إطلاق النار في ليبيا لما من شأنه ذلك تهيئة الفرص لاستئناف المسار السياسي وخفض كل مظاهر التصعيد والوصول إلى ترتيبات تحافظ على أمن واستقرار ليبيا الشقيقة. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات قرارات تتعلق بالفحوصات الدورية للعاملين في قطاعات الأغذية والقطاعات التي تتعلق بالصحة العامة على أن يتم تطبيقه في أغسطس 2020 ويكون الفحص إلزاميا كل سنتين للعاملين في تلك المنشآت، وذلك حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين حماية المجتمع من الأمراض السارية. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يجيز لمالك أي مشروع صناعي إقامة مبنى سكني لإسكان عمال منشآته في الأراضي المخصصة للمشروع وفق الاشتراطات والمعايير التي حددها القرار والذي أقره المجلس لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين: الأول بشأن إدارة وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف والذي ينظم نطاق تطبيق هذه الوسائط والإجراءات والاشتراطات والمعايير المعتمدة لاستيرادها أو تصديرها أو تداولها، والثاني هو يحدد فئات رسوم تراخيص وسائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. رابعا، وافق المجلس على مشروعي قرارين: الأول بشأن التصرف في أموال الجزاءات المالية التي توقع على العمال، ووفق هذا القرار تصرف هذه الأموال على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة التي وقعت فيها هذه الجزاءات من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض في المنشأة في حال عدم وجود النقابة. أما مشروع القرار الثاني فهو لتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها بشأن كل مستوى من مستويات التفاوض الجماعي سواء
كانت المفاوضة على مستوى المنشأة أو على مستوى النشاط أو الصناعة أو المهنة أو المفاوضة على المستوى الوطني طبقا للشروط التي أوجبها قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. خامسا، وافق مجلس الوزراء على 4 مذكرات تفاهم واتفاقين بين مملكة البحرين وجمهورية سيشل في عدة مجالات عرضها معالي وزير الخارجية، منها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والتعاون في مجال السياحة والإعلام والمصرف المركزي بين البلدين والزراعة وتربية الأحياء المائية ومصائد الأسماك. سادسا، وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بما ينسجم وإعادة تنظيم شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني الصادر بالمرسوم رقم 50 لسنة 2019. سابعا، وافق مجلس الوزراء على مشاركة مملكة البحرين في مبادرة منظمة الصحة العالمية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة الصحة. ثامنا، بحث مجلس الوزراء ضوابط وإجراءات التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون السجل التجاري التي يمكن التصالح فيها، وقرر إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية. وفي بند التقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة بإتمام نقل أنظمة تقنية المعلومات في وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى بيئة أمازون للحوسبة السحابية، بما يحقق توجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للوزارات والأجهزة الحكومية بالانتقال إلى الحوسبة السحابية من خلال التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.